مبادئه السامية الحفاظ على الجسم السليم المعافى من الأمراض بشتى أنواعها. كلنا معا لا معنى لها من دون التنمية المستدامة، الكلمة التي تحمل في ثناياها تضافر الجهود في سبيل الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من أجل مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا الآتية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف السيادي لا بد من حسن التدبير والتنظيم واختيار السياسات والآليات المناسبة. لما كانت صحة الجسم مطلبا أساسيا حتى يستطيع الإنسان القيام بما أمر ربه في هذه الأرض من عبادة المولى عز وجل وعمارة الأرض وطلب العلم ورفع الظلم والجهاد في سبيل الله عز وجل، كثيرا من العبادات والفرائض وقاية وعلاج لكثير من الأمراض والعلل التي قد يصاب بها جسم الإنسان. فكانت لنا تلك الفرائض عبادة ووقاية. السادة في برنامج الأمم المتحدة